التطور ليس علم حقيقي. هنكمل في السلسلة بتاعتنا اللي بنتكلم فيها على التطور ليس علم في دقائق قليلة، وبنتكلم لسه في القسم الثاني، وبنتكلم مع الأدلة اللي تؤكد المقاييس العلمية اللي تؤكد صغر عمر الأرض واللي تؤكد صدق ما قاله الكتاب المقدس لفظيا. اتكلمنا في السلسلة دي في 7 أجزاء، وهنكمل دلوقتي مع بعض الجزء الثامن، ووصلنا للدليل أو المقياس 23، وهو دليل مهم جدا، معدل تباطؤ سرعة الأرض. الأرض سرعتها بتقل، بتتباطأ، وده بيجمع معايا ما يوازي 62.4 ثانية في القرن. وبنضطر نضيف كل سنة لسنة ونص ثانية علشان نظبط التواريخ. ده بيوضح أن سرعة الأرض في الماضي كانت أعلى، طالما هي بتقل حاليا يبقى في الماضي كانت أعلى. طبعا سرعة الأرض بتأثر على حاجات مهمة جدا زي سرعة الرياح، السخونة بسبب الاحتكاك مع الهواء وغيرها. ده لما بنوصل عند حد معين وسرعة معينة للأرض، ده يخلي الحياة مستحيلة. ده لما نحسبه فيزيائيا نلاقيه إن هو أكتر من 1,000,000 سنة معناه استحالة الحياة على الأرض. بل كمان لو وضعنا فيه مش بس معدل تباطؤ سرعة الأرض وفي الماضي كانت أسرع، كمان لو حطينا فيها تأثير القمر اللي كان أقرب كل سنة زي ما درسنا في المرة اللي فاتت، وكل سنة يزيد المعدل، ده يوضح أن الحياة على الأرض بمنظومة سرعة الأرض وأيضا القمر، ده مش بنتكلم على ملايين ولا مئات الألوف، احنا بنتكلم على فترة زمنية أقل من العشرات الألوف. فالأرض ليس عمرها مليارات السنين، والحياة بدأت من مليارات السنين، ده غير صحيح علميا. مقياس ده يؤكد إن الأرض خلقت هي ومنظومة القمر مع الشمس في منظومة أقل من 10,000 سنة، والمقاييس العلمية تؤكد ذلك. بعض المراجع اللي عايز يرجع ليها عشان يستفاد أكتر ويدرس الموضوع أكتر قدام حضراتكم. أيضا معدل آخر أو مقياس آخر، وهو من الأدلة الضخمة اللي تؤكد نفس المقياس، هو معدل برودة بعض الكواكب. الكوكب بيبرد بس مش هيستمر يبرد إلى الأبد. بعد فترة معينة هيوصل لدرجة حرارة يبتدي فيها يوصل الاتزان، يشع ما يكتسب فقط. بحساب معدل فقد الكواكب لحرارتها نجد بكل تأكيد أنها صغيرة العمر. المشتري بيشع حرارة ضعف اللي يكتسبها من الشمس. أكيد ده ما ابتداش من بلايين السنين ولا حتى من ملايين السنين، ده ابتدى من فترة صغيرة. زحل يشع حرارة 3 أضعاف اللي بيكتسبها من الشمس. أيضا الأقمار المختلفة اللي فيها معدل البرودة عالي جدا بسبب البراكين، على سبيل المثال قمر أيو اللي بيشع حرارة بغزارة. مش بس على فكرة معدل برودة الكواكب تؤكد صغر عمرها وصغر عمر المجموعة الشمسية، أيضا المجالات المغناطيسية وغيرها تؤكد قصر عمر المجموعة الشمسية بأدلة ضخمة. دي يمكن هتكلم عنها بشيء من التفصيل فيما بعد لما أوصل إلى القسم التاسع والتطور الكوني، ولكن ده يهمنا حاليا إن في معدلات قوية فيزيائية وأستروفيزيكس تؤكد صغر عمر المجموعة الشمسية. بالإضافة لده يوجد أيضا مقياس آخر لنفس العلاقة، وهو معدل برودة سطح الأرض. لو الأرض فعلا بدأت ساخنة منصهرة وبدأت تبرد تدريجيا، الإشكالية إن القشرة الأرضية متى بردت هي موصل رديء للحرارة، عشان كده هي حاليا بتحتفظ بحرارتها. يعني بلاقي في المناطق الباردة اللي بتتجمد فيها سطح الأرض بيكون في بطن الأرض بعد عمق أكتر من 4 أدم لسه محتفظة بدرجة حرارة 5 و6 درجة مئوية، عشان كده المية ما بتتجمدش في المواسير العميقة. لما تبرد القشرة الخارجية بمعدل قدم، ده بيقلل نفاذ الحرارة. ده لما أحطه في الاعتبار إن حرارة سطح الأرض حاليا في شبه ثبات، فاللي بتكتسبه الأرض من حرارة بسبب الشمس وبسبب الدوران وبسبب الاحتكاك ونسبة ضئيلة بسبب باطن الأرض، ده تساوي ما تفقده في الفضاء يوميا. لما نحط العوامل دي مع بعض في معادلات في برامج كمبيوتر زي ما قام بيه كلفن، خرج بنتيجة إن الأرض لو بدأت منصهرة فهي أقل من 24 مليون سنة. ده لا يناسب عمر التطور على الإطلاق. ده لو اعتبرنا ان هي بدأت منصهرة، لو اعتبرنا ان هي بدأت معتدلة الحرارة مغطاة بالمياه،
احنا بنتكلم على 4000 من السنين، بمعدل ومقياس ملاحظ ومختبر وينطبق مع قوانين الفيزياء. أيضا بالنسبة دليل آخر، وهو بعض العناصر المشعة في القمر. على سبيل المثال، بعض عناصر المشعة زي عمر اليورانيوم 236، ده يختلف على اليورانيوم 238، ده نصف العمر بتاعه قصير. يعني معناه إيه؟ لو فعلا صخور القمر عمرها قديم جدا كانت اختفت من زمان، طالما هي بتتحلل بسرعة. لو كان القمر من بليون سنة حتى بس أو أكتر، ده ما كناش نلاقي العناصر المشعة قصيرة العمر موجودة على سطح القمر، لأن خاصة ده بيتحلل إلى ثوريوم بسرعة، والثوريوم المفروض 232 بيتراكم لأنه ده بقى عمره طويل، فكنا المفروض نلاقي اليورانيوم 236 قليل جدا والثوريوم نلاقيه كتير. اللي بنلاقيه العكس، ده معناه إيه؟ عمر القمر مش طويل، عمر القمر قصير، بشيء مقاس من العناصر المشعة اللي المفترض ان هو من ادق المقاييس اللي بيستخدموها. اتكلمت طبعا باختصار شديد في الجزء ده في المقاييس دي، لكن اللي عايز تفاصيل الموضوع بالمراجع وشهادات العلماء يقدر يرجع سواء للينكات المكتوبة قدام حضراتكم او تسجيلات الفيديو على القناة على اليوتيوب. لو عايز الموضوع تفصيلا بكل الموضوعات وتبحث في الموضوعات اللي عايزها، تقدر تدخل على www.drغالي.com وتبحث عن الموضوعات اللي تريدها.